يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه المناسبة سأقدم بعض النصائح لنا جميعا، ولا سيما لنفسي. في هذا الوقت نحن في العصر الرقمي، عصر حيث ساعدت التكنولوجيات في جميع المجالات تقريبا في ترتيب الحياة. أحد أقرب الأمثلة والذي يعرفه الجميع بالتأكيد هو كيف غيرت وسائل التواصل الاجتماعي الأشياء اليوم. وبالمثل مع المزايا الأخرى التي يمكن أن يتمتع بها الطلاب اليوم، أحدهم طالبة. يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تسهل علينا التعلم والتواصل والقيام بشيء مفيد، ولكن مع سهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هناك آثار سيئة يمكن أن تضر بحياة الآخرين وأنفسنا. التقليل من الإلزامات شهواني جدا. تشبه، هذه المشكلة خطيرة. الآن يمكننا أن نرى الكثير من الناس الراضين عن الإتجاهات الحالية. الصغار والكبار على حد سواء، الطلاب والعمال، يتنافس الجميع على أن يصبح شعبي، ولنعوذ بالله. والعديد من الآثار السيئة لوسائل التواصل الاجتماعي على الطلاب، مثل فقدان حفظ القرآن بسبب كثرة الاستماع للموسيقى، أو الوقوع في حالة الزنا، ولنعوذ بالله. أخواتي في الله، لا تهدى من العالم وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي التي يسهل الوصول إليها. تذكر أن كل شيء مؤقت. جعل وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لدعوة الخير، ووسائل الإعلام لتقوية الأخوة، ووسائل الإعلام لتعليم الإسلام. لا تقض الكثير من وقتك في الأمور الإعلامية. لا تنشغل كثيرا بالإتجاهات الحالية. نحن نساء مسلمات لدينا اتجاه خاص به، وهي مسلمة التي تزين نفسها بالحسنة والإيمان وتغلقها بالعار والتواضع. نعم، هذه هي النصيحة التي أنقلها. نأمل أن يوفر العديد من الفوائد ويمكننا تطبيقه في الحياة اليومية. أمين يا رب العالمين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.